اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في حلقه اليوم، واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين، نجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل ازي حضرتك؟ كابتن اسلام اهلا بيك. أهلا سعداء وسهل. جدا بوجود حضرتك. انا سعيد بيك طبعا. ربنا يخليك يا كابتن. يعني الحقيقه النهارده وحضرتك جاي لي وانا بقرا في السي في كده لقيت بسم الله ما شاء الله حاجات كتيره جدا. طيب ممكن بس قبل ما نتكلم في هذا الموضوع نروح نسمع صوت المهندس عدلي القيعي وبيسمع بنقول برضو او بيقول قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الاولى بعد اجتماعه الاول. خلينا نسمع يا وليد. رئيس المجلس والمسؤول عن متابعه مدينه نصر، كذلك قبول اعتذار المستشار ياسر فتحي المحامي اللي كان ماسك بعض قضايا النادي، وتشكيل لجنه من السيد حلمي عبد الرازق المحامي والسيد مدير النادي والشؤون القانونيه للنادي لمعرفه الموقف الحقيقي للقضايا التي كانت بحوزه او كان مكلفا بها الاستاذ ياسر فتحي، تلك التي صدرت فيها احكام، سواء كانت احكام نهائيه احكام سيتم الاستئناف عليها، وتقديم موقف حقيقي، وايضا كل الاعباء الماليه التي ترتبت على هذه القضايا، ثم العرض على المجلس. واعتبر المجلس مستمرا ليوم الاثنين القادم الساعة الخامسة، دي هتتخذ بقية القرارات اللي كان الناس كتير متوقعة وملا تجتهد، وقريت على الفيسبوك قرارات كتيرة ثبت انها غير حقيقية عشان الناس تبتدي تفهم ان مفيش تسريبات خالص، وان لا يعتدوا الا بما يصدر في النهاية من خلال المتحدث الرسمي بعد نهاية الجلسات عندما تتحول الامور الى قرارات. اعتقد ان احنا كده لخصنا اهم القرارات اللي اتخذت النهارده، لكن لما نفهم فلسفه هذه القرارات من خلال اللجان المشكله نرى ان النادي يريد ان يستلم استلاما فعليا النادي بمحاضر رسميه موقع عليها من كل اطرافها، موقع عليها من المسؤولين الحاليين، موقع عليها من المشرفين على او رؤساء هذه اللجان، تكون بمثابه وثائق يتم البناء عليها من خلال المجلس، ويمكن المجلس يقول انا مسؤول عن هذا الموقف في كل ملف من الملفات اللي قلناها القانونيه والرياضيه والهندسيه وحتى القضاء اللي احنا تحدثنا بشانه. اعتقد الموضوع مش محتاج اسئله، الموضوع بسيط، الموضوع بسيط جدا وواضح، وارجو انكم كلكم حضراتكم تكونوا خدتوا المواد بتاعتكم في نفس اللحظه. الو الو. طيب دي كانت قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماعه الاول، اعلان المكتب التنفيذي للنادي الاهلي برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، ثم الاستاذ خالد الدرندلي امينا للصندوق وعضو في المكتب التنفيذي، ودكتوره رانيا علواني ايضا عضو في المكتب التنفيذي، والاستاذ خالد مرتجي عضوا في المكتب التنفيذي، ايضا تشكيل لجنه للعضويات الجديده برئاسه المهندس. طيب خلينا ناخد المهندس عدلي القيعي نسمع منه، وكان بيقول الكلام ده على الهواء مباشره، لكن نسمع منه قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. يا باشمهندس عدلي زي حضرتك والف مبروك وتحيات الكابتن عادل عبد الرحمن لحضرتك. الو. لحظه واحده. بص يا سيدي، بدات الجلسه من الكابتن. ازيك يا باشمهندس الاول؟ يا حبيبي انا اصل بكلم ناس كتير حواليا. طب اتفضل يا فندم اتفضل. بدات الجلسه بان المجلس يعني الكابتن خطيب هنأ المجلس وقرا لهم الخطاب بتاع اللجنه الاولمبيه باعتماد المجلس، وتحدث عن تقاليد العمل داخل المجلس، وأن لن يتحدث أحد إلا من خلال المتحدث الإعلامي والرسمي للمجلس. وفي هذا الشأن تم اتخاذ قرار بتعيين المهندس عادل القيعي مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا عن المجلس. تمام. أيضا بدأ المجلس بتقليد ان كله بيطفي موبايلاته بيحطها في دولاب خاص قبل الجلسه وبيتفرغوا للجلسه.
بما يعني انه لن تكون هناك اي فرصه لاي احد من الخارج انه يحاول يتصل باي حد من اعضاء المجلس. ايضا وقف المجلس دقيقه حداد على روح الفقيده بنتنا بطله كرة التي يعني كانت ضحيه حادث سير، ثم تم تعيين ثلاث لجان، لجنه قانونيه برئاسه المستشار محمود فهمي، كل اللجان اللي حولها دي مدير النادي ومدير الاداره المعنيه عضو فيها، فيعني لجنه ماليه برئاسه المستشار محمود فهمي هتبحث قانونيه، هتبحث كل شؤون القانونيه وتقدم تقرير ولها ان يستعين بمن يراه. ايضا لجنه ماليه برئاسه الاستاذ خالد الدرندلي هتشوف الوضع المالي الحقيقي، وايضا له ان يستعين بمن يراه ويعاونه مدير النادي والمدير المالي ومراقب الحسابات، وهيقدم تقرير ممضي من كل الاطراف بالموقف الحقيقي اللي يقدر المجلس يقول انا استلمت النادي على الوضع ده. تمام. ايضا اداره هندسيه تم تعيين المهندس سامح كامل مشرفا على الاداره الهندسيه ورئيسا للجنه التي ستلخص كافه الموقف الانشائي الحقيقي من خلال التواصل مع مدير الاداره الهندسيه، وتدرس المشروعات اللي تمت واللي تحت الاستكمال واللي منتظر استكمالها على ارض الواقع. ايضا بيحط خطه لتطوير العمل وانه يحط خطه متابعه الخطه الهندسيه. كذلك تم تشكيل لجنه للعضويه برئاسه الاستاذ ابراهيم كفراوي وعضويه الاستاذ طارق انديل والمهندس محمد الضماطي والمهندس محمد الجرحي مع المدير التنفيذي والمالي والاشتراكات، لان الاشتراكات عندنا هتغلى من 1/1/2018، بما يعني ان احنا نتوقع ان اعضاء كتير هتحاول خلال 20 يوم دول يجوا على الاشتراك المخفض. الاشتراك حالي 250 هيبقى 350 كمان 20 يوم. اللجنه دي بتنهي كافه الاجراءات وبتمضي على كافه الاجراءات اللي محتاجها العضو عشان يبقى عضوا جديدا في مجلس الاداره. ايضا تم تشكيل المكتب التنفيذي من العمري فاروق رئيس والدرندلي كامين صندوق، ثم مرتجي خالد مرتجي وراني علواني اول مره تبقى في سيده في المجلس مع الدكتور مهند مجدي. وتقرر منح شهر مكافاه بحد اقصى 15000 جنيه لكل العاملين في النادي، وتعتبر قبول اعتذار المدير مركز الاعلام الدكتور ياسر ايوبي تقديم شكر سيادته، قبول استقاله السيد صلاح يحيى نائب الرئيس والمسؤول الاعلامي عن مدينه نصر، وقبول اعتذار المستشار ياسر فتحي المحامي، وتشكيل لجنه من حلمي عبد الرازق مستشار حلمي عبد الرازق وشؤون قانونيه بالنادي ومدير النادي لمعرفه الموقف الحقيقي لكافه القضايا المسنده اليه والعرض على المجلس قبل اخلاء طرفه، واعتبار الجلسه مستمره تستكمل يوم الاثنين القادم لبحث باقي الموضوعات. شكرا يا كابتن اسلام. اشكرك يا فندم، اشكرك يا سياده باشمهندس. اول مداخله تليفونيه للمتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي المهندس عدلي القيعي على الهواء مباشره، وانفراد لينا بقرارات مجلس اداره النادي الاهلي في اول اجتماع. اول حاجه قالها المهندس عادل القيعي، خلوني ابدا بالمهمه يا كابتن عادل، وهو شهر مكافاه للعاملين بحد اقصى 15000. لا لا لا، دي مهمه ودي حاجه كويسه قوي. لان كانوا بيقولوا في الناحيه الثانيه يعني في السباق الانتخابي كانوا بيقولوا
لا كانوا بيقولوا انه الكابتن خطيب هيجي يقلل ويعمل اهو باين شهر مكافاه دي بسبب فوز مجلس اداره النادي الاهلي، دي حاجه جيده جدا. تشكيل ثلاث لجان، لجنه قانونيه برئاسه المستشار محمود فهمي، ايضا لجنه ماليه برئاسه الاستاذ خالد الرندلي امين الصندوق، وطبعا ايضا لجنه هندسيه برئاسه المهندس سامح كامل مشرفا على اللجنه الهندسيه لبيان الموقف الانشائي الحقيقي، واللجنه الماليه لبيان الموقف المالي الحقيقي لداخل النادي الاهلي. وطبعا الثلاث لجان دول بيبقى فيهم مدير عام النادي ومدير الحسابات والمستشار القانوني. ايضا تشكيل المجلس التنفيذي للمكتب التنفيذي للنادي الاهلي برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ خالد الرندلي امينا للصندوق، والاستاذ خالد مرتجي، والدكتوره رانيا علواني، والدكتور مهند مجدي. ايضا هناك لجنه لفحص العضويات برئاسه الاستاذ ابراهيم الكفراوي وعضويه الاستاذ محمد الضماطي ومحمد الجرحي، الاستاذ محمد الجرحي والاستاذ طارق انديل. دي اهم ايضا قبول استقاله الاستاذ ياسر ايوب مدير المركز الاعلامي السابق في النادي الاهلي، ونائبه الاستاذ صلاح يحيى نائب رئيس المنظومه الاعلاميه. ايضا قبول استقاله او الاعتذار الاستاذ ياسر فتحي المحامي. وبالتالي دي القرارات اللي تم اتخاذها الان. طبعا نسيت اقول لكم، او ده القرار الاهم، هو تعيين المهندس عادل القيعي متحدثا اعلاميا ومستشارا متحدثا رسميا للنادي الاهلي او لمجلس اداره النادي الاهلي، وايضا مستشارا اعلاميا للنادي الاهلي. دي فقط القرارات اللي تم اتخاذها النهارده، والاجتماع زي ما قلت لحضراتكم سيظل منعقدا ليوم الاثنين القادم.